أنا فيبي، أنت راغب مش كده؟ أهلا واضح، معكم ياسمين رحمي. أنا عادة اللي في قلبي على لساني، يعني ما بتحركش، لو في حاجة عايزة أقولها هقولها، لو في حاجة في حياتي بقولها، بس ممكن أقول سر مش كل الناس تعرفه عن حياتي، إن أنا مثلا مرتبطة جدا بمامتي في كل حاجة في حياتي، يعني لو خارجة لازم أكلمها، لو بشتري حاجة لازم أستشيرها. كل الناس متخيلة إن أنا ممكن أتحرك من دماغي، لكن لا، أنا كل حاجة لازم أرجع لها. هختار ألادن علاء الدين، بما إن أنا بقى ياسمين فهنبقى ياسمين وعلاء الدين، وأركب معايا بقى على السجادة السحرية ونطير. انا مش شبه حد في اي شخصيه طبعا تاريخيه، لكن انا بحب مين من الشخصيات التاريخيه؟ انا بحب الملكه حتشبسوت، لانها كانت اول سيده تحكم مصر، وليها انجازات كبيره جدا 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 في ايام الفراعنه، وليها معابد وليها حاجات كتير جدا. يعني عندي فوبيا من الاماكن الضيقه والمغلقه، يعني مش مغلقه تحديدا بس ضيقه، يعني مثلا دخلت مره جوه الاهرامات، جوه الهرم الاكبر، المكان ضيق، اتخنقت وجالي بانيك ومش عارفه اخد نفسي، فهي الاماكن الضيقه. حاجات كتير قوي، يعني نفسي اركب باراشوت وانط من طياره زي ما في حاجات كده كتير، نفسي ادخل الهرم تاني، ونفسي اعمله. دي حاجه صعبه بالنسبه لي، لان انا من ساعتها حاولت ادخل وما دخلتش، بس نفسي ادخل الاهرامات تاني. نسيت أعرفك بنفسي، أنا فيبي.